بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وتقبل. طلبه وطلبات الصف الاول الاعدادي، اهلا بكم ودرس جديد من دروس اللغه العربيه الترم الثاني. والنهارده هنتكلم على تواضع سيدنا عمر شاعر، وان شاء الله يعجبكم. لا تنسى الاشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو وتشاركه لاصدقاء الفيسبوك. طب يلا بينا نبدا كده مع بعض. بيقول لي ايه دلوقتي؟ بيقول لي من درس تواضع سيدنا عمر اجب عن الاتي: ورعى صاحب كسرى ان راى عمرا بين الرعيه عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس ان لها صورا من الجند والاحراس يحميها، راه مستغرقا في نومه فراى فيه الجلاله في اسمى معانيها. بيقول لي ما الذي أعجب صاحب كسرى عندما رأى سيدنا عمر رضي الله عنه؟ إيه اللي أعجبه؟ طبعا هنقوله إيه اللي أعجبه؟ أعجبه إيه دلوقتي؟ أعجبه تواضع سيدنا عمر رضي الله عنه كأنه أحد الرعية. يبقى ده اللي أعجب مين؟ صاحب مين؟ كسرى. طب تعال نشوف السؤال بعد كده. بيقول لي صورا من الجند، صورا من الجند، ما الجمال في هذا التعبير؟ يبقى التعبير ده جميل في إيه؟ هنقوله لأنه تعبير جميل حيث صور الجند بالصور الإيه؟ المنيع. طيب هنا بيقول لي هات من النص ما يدل على أن سيدنا عمر رضي الله عنه نشر مبدأ الشورى بين المسلمين. طب تعال نشوف الأبيات أو البيت اللي بيدل على كده. بيقول لي إيه: يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. برضو بيقول لي من الدرس نفس الدرس هنكمله مع بعض. بيقول لي إيه: أمنت فلما أقمت العدل بينهما فنمت نوما قرير العين هانيها، يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا يشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. هات معنى جزاك، يبقى كلمة جزاك يعني إيه؟ أعطاك. وعايز مضاد كلمة إيه؟ كلمة نمت. كلمة نمت مضادها كلمة ايه؟ صحابه. طبعا انت هتحطهم في جملة من ايه؟ من عندك. طيب هنا بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ما الذي جعل سيدنا عمر ينام مطمئنا تحت ظل الشجرة؟ طب هنقوله ايه؟ يبقى نام سيدنا عمر رضي الله عنه مطمئنا تحت الشجرة او ظل الشجرة لانه حكم بالعدل بين الناس، فنام مستريح البال هادئ النفس مسرور الايه؟ الفؤاد. طب هنا بيقول لي ايه؟ يا رافعا راية الشورى، وضح ما الايه في العبارة من جمال. يبقى عايز يشوف ايه الجمال في العبارة ديت، هنقول له تعبير جميل حيث صور الشورى بالراية العالية في السماء لسمو مكانتها. طيب السؤال بعد كده والجزئية رقم د برضه بيقول لي بما وصف عمر في البيت الثاني، بما وصف سيدنا عمر في البيت الثاني؟ يبقى نقوله وصف سيدنا عمر رضي الله عنه بأنه من أقام قاعدة الشورى وكذلك هو حارسها من شر أعدائها. طيب هنا بيقول لي برضو الجزئية هاء: عقد الشاعر مقارنة بين رأي الجماعة ورأي الفرد على البلاد، وضح ذلك كما فهمت من الإيه؟ من الأبيات. هنا بيقول لي إيه؟ رأي الجماعة يصنع للبلاد الخير والسلام، ولكن رأي الفرد يؤدي إلى شقاء البلاد وفسادها. الجزئية اللي بعد كده بيقول لي فيها ايه؟ يا رافعا راية الشورى، ما نوع الاسلوب وما غرضه؟ يبقى هنا نقوله ما نوع الاسلوب دوت وما غرضه؟ يبقى ده اسلوب نداء، يبقى يا رافعا ده اسلوب ايه؟ نداء. طب وغرضه ايه؟ غرضه التعظيم، يبقى غرضه هنا الايه؟ التعظيم. اقرأ ثم اجب: فهان في عينيه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها. هنا بيقول لي هات من الأبيات مضاد كلمة يحقره، يبقى كلمة يحقره عايز ايه مضادها؟ يبقى ايه؟ يكبره. طب عايز مرادف مطمئنا، يعني عايز معنى كلمة مطمئنا، يعني ايه؟ نقوله آمنا. ما أثر المنظر الذي شاهده رسول كسرى على نفسه كما فهمت من البيتين؟ ما أثر المنظر الذي شاهده رسول كسرى على نفسه كما فهمت من البيتين؟
هنا بنقول ايه؟ صارت الدنيا في عين رسول كسرى، وصار في عينيه ملوك الفرس وكل ما رآه عندهم من مظاهر البهجة والطرف، فيقول لسيدنا عمر وهو نائم: عدلت يا عمر فأمنت فنمت مسرورا ومستريح البال بلا خوف أو حرس. طب سؤال بعد كده بيقول لي الجزئية جيم: ما العلاقة بين شطري البيت الثاني؟ يبقى أنا عايز نشوف العلاقة اللي ترد بين شطري البيت الثاني. نقوله بقى الشطر الثاني نتيجة للشطر الأول، اللي هو إيه؟ أمنت لما أقمت العدل بينهما. طيب أمنت، إيه اللي حصل بقى؟ فنمت نوما قرير العين هنئها. يبقى نقول الشطر الثاني هو نتيجة للشطر الأول. طب هنا بيقول لي اقرأ ثم أجب: يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. هات من الايه، من في جملتين من تعبيرك، عايز مرادف كلمة ايه؟ عايز مرادف كلمة تشقى وجمع كلمة رأي. يبقى نقوله مرادف كلمة تشقى، يبقى نقولها معناها تسوء حالها، يبقى تسوء ايه؟ تسوء حالها. طب عايز جمع كلمة رأي، يبقى جمع كلمة رأي اللي هي الايه؟ آراء. طب سؤال بعد كده: بما يدعو الشاعر لسيدنا عمر، بما يدعو الشاعر لسيدنا عمر؟ نقوله هنا هوت: يدعو الشاعر لسيدنا عمر بحسن الثواب وعظم الأجر، جزاء له في عن إقامة قاعدة الشورى وحمايتها من شر أعدائها. جزئية جيم: ما الذي جعل سيدنا عمر ينام مطمئنا تحت ظل الشجرة؟ طيب هنقوله طبعا هو ايه؟ يبقى نام سيدنا عمر رضي الله عنه مطمئنا تحت ظل الشجرة، لأنه حكم بالعدل بين الناس، فنام مستريح البال هادئ النفس مسرور الفؤاد. اقرأ ثم أجب: رآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا، ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينيه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. هات، عايز بقى بيقول لي هات مرادف أسمى وجمع ظل ومضاد الجلالة. طب تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة هنا نقوله إيه؟ عايز مرادف أسمى. يبقى مرادف أسمى يعني إيه؟ يعني أعلى وأرقى، معناها يعني إيه؟ أرقى أعلى وأرقى. طب عايز جمع كلمة ظل، يبقى ظل جمعها ايه؟ ظلال. يبقى عايز جمع كلمة ظل جمعها ايه؟ ظلال. طب عايز مضاد كلمة الجلالة، يبقى الجلالة معناها ايه؟ ضدها بقى الحقارة والوضاعة، يبقى عكسها او ضدها، يبقى عكس الجلالة ايه؟ الحقارة والوضاعة. طيب سؤال بعد كده بيقول لي: صف المشهد الذي ذكره الشاعر في الأبيات. صف المشهد الذي ذكره الشاعر في الايه؟ في الأبيات. نقول هنا هو: شاهد رسول كسرى سيدنا عمر بن الخطاب نائما تحت ظل الشجرة بلا خوف، فشاهد فيه العظمة في أشرف معانيها وصورها، فقد كان سيدنا عمر خليفة المؤمنين، فصغرت الدنيا في عيني رسول كسرى، وصغر في عينيه ملوك الفرس وكل ما رآه عندهم من مظاهر البهجة والزينة والطرف. طيب هنا بيقول لي: ما أهم صفات سيدنا عمر التي ذكرها الشاعر في الأبيات؟ نقوله إيه بقى؟ يبقى أهم صفات لسيدنا عمر التي ذكرت في هذا الأبيات الشعر اسمها الإيه؟ التواضع، لأن سيدنا عمر كان متواضعا بين الرعية. طيب استخرج موطنا جماليا في البيت الثاني وضحه. عايز يطلع من البيت الثاني موطن جمال وعايز يوضحه. نقوله بقى كده: فوق الثرى تحت ظل الدوح. تعبير جميل يدل على شدة تواضع سيدنا عمر. هات من النص الآيات التي تدل على المعاني الآتية. أول حاجة: مقارنة رسول كسرى بين حياة الملوك وحياة سيدنا عمر رضي الله عنه. نقوله إيه بقى دلوقتي؟ وعهده بملوك الفرس أن لها صورا من الجند والأحراس يحميها. طيب برضه هنا عايز برضه من الأبيات أو من النص تعجب رسول كسرى من هيئة سيدنا عمر. من هيئة مين سيدنا عمر؟ هنقوله إيه؟
وراى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها. وفي نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تنال إعجابكم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشيره للأصدقاء والفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.